وصلنا مع حضراتكم لاخر فقراتنا النهارده وفقرتنا الاسبوعيه في بيت السفير عزيزه اللي من خلالها بنتعرف مع حضراتكم على اخر خطوط الموضه. وبما ان احنا بقى داخلين في موسم كله اعياد راس السنه والكريسماس وعيد الميلاد، فالفتره دي تحديدا بتبقى كل فتاه وكل سيده بتبقى عايزه تطلع كده من دولابها او تجيب فستان يكون مختلف، يكون في روح الاحتفال سواء من ناحيه اللون. الفترة دي كمان بتشهد أفراح كتيرة جدا، فالنهارده هنشوف مع حضراتكم كولكشن حلو مختلف تمام من السواريهات ومن فساتين الفرح. خلينا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهارده مصمم الأزياء نادر نصيف. أهلا بيك يا أستاذ نادر. أهلا بيكي ميرسي. كل سنة وأنت طيب. حبيبتي ربنا يخليك، أنت زي العسل. ربنا يخليك ميرسي. أنت منورنا النهارده. ميرسي كل الزوار. وطبعا ناس كتيرة جدا بيبقوا مقبلين على الزواج في خلال إيه الفترة دي. بيكون بقى اكيد حضرت لهم حاجات كتيره، موديلات كتيره، سواء فساتين افراح او فساتين سواريه او فساتين لاصدقاء العروسه واهلها. فيا ريت تكلمنا كده عن الكولكشن اللي انت عملته السنه دي. الكولكشن اللي احنا داخلين بيه يعني سيزون 23، احنا حبينا نعمل قصات كتير. يعني ما ناخدش ترند ان الفستان يبقى منفوش ونمشي عليه او الفستان يبقى قصير، لا احنا حبينا يعني نعمل قصات كتير يعني. يبقى فيه تنوع لان دلوقتي برضو يعني زمان كان بيبقى فيه كده لاين موضه كده والكل يمشي عليه. مظبوط. يعني حتى كانوا يسموها موضه السبعينات، موضه الستينات. صح. لا دلوقتي لا، كل حاجه بقت موضه دلوقتي. كل حاجه بقت فعلا اذواق الناس وبيئتهم وثقافتهم هي اللي بتبقى فيها كده تركيه ان هي تختار فستان فرح. واهم حاجه ان فستان الفرح يبقى لايق على اللي هتلبسه. طبعا دي ده يعني انا بحس ان في، ومش بس فستان الفرح الحقيقه، كل الفساتين في شريحه كبيره من البنات ما بتعرفش تختار فستان فرح. حتى بعد ما بتلبس يعني هو فستان الفرح هيطلع حلو يعني ما دام كان مظبوط والقصات في نفس النقط بتاعه الجسم ومبينه نقط الضعف والقوه برده في الجسم فهيطلع حلو زي الفل، بس مش لايق. او في عارف المشكله بتكون ايه؟ ليله العمر بقى اللي هو البنت بتحلم بالليله دي من وهي صغيره وهي بتلعب بالعروسه، فعايزه تحط كل الافكار اللي هي بتحبها. برافو عليك. في زمان وانا كنت شغال جديد، انا لما كنت برضو بعمل كوليكشن كنت عايز احط فيه كل حاجه. يعني بتبقى قله خبره يعني او طبعاً. او عدم نضوج يعني زي ما بيقولوا. بس حقيقي يعني كل ماده لا هي فكره فكرتين ماكسيمم، والفكره الفكرتين دي يبقوا نابعين من شخصيتك. يعني طب هنا بيجي دورك انت بقى يا استاذ نادر، يعني هل بت 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 بتقترح حاجه مثلا على العروسه وهي بتتقبل منك؟ انا بقترح وبوجه وبزن. بيسمعوا كلامك؟ لا. طبعا في يعني مين بيتعبك اكتر؟ في جزء طبعا يعني لا طبعا في يعني بنويه بتبقى فليكسبل كده وتسمع برضو كلامه كده. مين بيتعبك اكتر؟ العروسه؟ ام العروسه؟ حماه العروسه؟ ولا اصدقاء العروسه؟ الكلام ده كله ما ينفعش يختار فستان فرح مبدئيا كده. بس على فكره هم بيروحوا شله. ما للاسف. ايوه بالظبط. يعني بتروحوا ام العروسه يعني انا مثلا بيتها واختها. يعني انا مثلا مرات ابني هتروح تختار فستان فرح من غيري؟ طب لا ما تروحيش. انا من جوه الملعب كده بقول لك بقول لك لا يعني لا ما تروحيش. ما انا اقول لك ليه، لان هي حقيقي بيبقوا البيئتين فعلا مختلفين والاذواق مختلفه. الاذواق كمان طريقه التربيه مختلفه. برضو اللبس اللي احنا بنلبسه ده بيبقى كده يعني شويه كده حاجات يعني من واحنا صغيرين بنخرج فين، طبيعه خروجاتنا، طبيعه فسحنا، بنسهر اكتر بالليل ولا بنخرج الصبح. كل ده في الاخر خالص بعد مثلا 20 سنه او 22 سنه بيأثر حقيقي على الاختيار لللبس. سوري حضرتك لابسه حلق صغير وجميل ولايق عليكي، حضرتك لابسه حلق كبير وجميل، اقدر اقول ده وحش او اقدر اقول ده وحش، لكن مش هينفع اعمل تشينج. يا بنات ما تعملوش تشينج. اللي بتحب الحلق الكبير تلبس الحلق الكبير وخلينا شغالين عليه، واللي بتحب الحلق الصغير تلبس الحلق الصغير وبرضه خلينا. طب احنا هنستمتع بالكولكشن بتاعتك. يلا. بس بما ان احنا بقى برضه بنتكلم عن الافراح والخطوبات وكده، من كام يوم كان خطوبه الفنانه الجميله رنا رئيس. وفاجئت صحابها وفاجئت الجمهور ان هي كانت لابسه فستان اسود، بايات اسود او كحل، يعني انا مش متاكده قوي من الاضاءه. ففكره ان برضه العرايس بيكونوا عايزين يعملوا ترند يعني او يخرجوا عن بره الصندوق يعني او الحاجه التقليديه. يمكن مش برضه مش كل العرايس، ما انساش برضه ان حضرتك بتتكلمي على حد مشهور يعني. فحابب ان هو يكسر القاعده او حابب ان هو يخلينا نتكلم احنا عن
الايفنت ده. لكن برضو ما نقدرش ناخدها قاعده، ولكن برضو مش غلط يعني. يعني عشان برضو احنا هي تبع لازم تبقى متناسبه برضو مع الشخصيه. برافو عليك. طيب يا ريت تكلمنا عن الفستان ده. انا شايفه ان ده فستان حقيقه يعني برضو في كل حاجه، ان هو يعني ما حرمتناش من اي حاجه. فستان ضيق عشان اللي عايزه تلبس فستان ضيق، منفوش وليتان، فيعني ممكن في تطريز في الجزء الفوقاني، جزء مفهوش تطريز. بس احنا مثلا عملنا يعني بدام احنا حطينا اكستنشن مثلا كبير من ورا، ما رحناش مغرقين كل الفستان تطريز مثلا. بالظبط. يعني اللي هو زي ما احنا بنقول في مكانه. دي مثلا لو بنوته مثلا رقيقه عايزه تطلع بطله كده ملائكيه كده حلوه، ده يبقى مثلا مناسب ليها. ما ينفعش تجيب بنوته مثلا صاحبتها يعني روشه كده ويعني ومهيبره، ما مش هيعجبها ده. وهتقول على اختيارك انت يا عروسه مش صح. صحيح. هو اختيارك صح جدا. بس اختيارك انت. طب هل الجزء اللي هي السكيرت دي ممكن تتشال عشان العروسه تقدر تتحرك براحتها؟ بيبقى في حاجات بتنفع تشال، وفي ساعات العروسه بتحب تبقى يعني بون لوك من اول الايفنت كده لغايه اخره. جميل الصراحه. وبعدين التطريز اللي عليه في الجزء الفوقاني رائع. ده طبعا كله تطريز يدوي. صح. كله يدوي. كله بيترسم الاول على يعني زي منوال كده، زي تل كده، وبيطرز يدوي. هي ميزه الفستان اللي احنا شفناه دلوقتي كمان ان هو مناسب لكل الاجسام. يعني حتى لو مش مناسب لكل الاجسام. لا لو انا كنت هقول لو واحده مثلا الارداف عندها مليانه تقدر تلبسه، لان السكرت هتخبي. اوعى. بس انا هشوف النقطتين بدل ما هم كده هشوفهم كده. اوكي. يعني من بعيد انا هشوف النقط بتاعه الجسم بدل ما هو اللي هو بنقول عليه كوكولا شيب يعني في أيوة. لا هتكبر شويه. بص بقى يا استاذ نادر، انا عاجبني بشكل الجزء الفوقاني. أيوة. بتاع الفستان مختلف. رائع. مختلف وعصري حديث. مودرن. وفي نفس الوقت لما ببص بقى لتحت اللي هو الشكل الكلاسيكي للعروسه. أيوة. الجميله. الفستان المنفوش دي اللي بنقول عليها اللي هي يعني فكره واحده في الفستان كفيله خالص طبعا. يعني بيبقى فير اناف كده زي ما بيقولوا يعني. يعني كده كفايه. بس هل الجيبونه المنفوشه قوي دي رجعت تاني موضه؟ هي خلينا نتفق ان الموضه يعني حاجه بتكسر اللي قبلها. يعني مثلا لو الوان غوامق يبقى الموضه عشان خاطر تكسريها او تبقى ترند لازم تبقى فواتح. لو فساتين واسعه كبيره الموضه عشان خاطر تكسريها لازم تعملي تغيير بين السنه والسنه ان هو يبقى الفستان ده. لكن لسه لغايه دلوقتي فستان العروسه محافظ على الشكل الكلاسيكي التقليدي. يعني لا فستان العروسه يعني حتى ولكن يعني مع حتى اضافه التفصيله دي زي مثلا اللي عند الاكتاف. الاجيال الجديده بتميل الى ايه اكتر؟ كل حاجه. مفيش صدقيني مفيش خط واحد يعني. ما نقدرش مثلا نقول الشامبين مثلا هو الدارج اللي اكتر. مفيش نقدر نقول مثلا الفستين الثقيله اللي فيها تطريز كتير وهي الفستان اللي هيطلع دلوقتي طول بسيط خالص. هو دلوقتي عشان خاطر العالم يعني انفتح كده، فالثقافات بقت كتير والاذواق بقت كتير، وحقيقي برضو الناس بتروح لطلبها يعني كل واحد بيروح لذوقه ولطلبه. انا بحب التول لاني بحس ان هو عرايس. انا قماشه التول، انا اي حاجه تول تلاقيه يعني. في ناس يعني في ديزاينرز كده يحبوا الستان اكتر، في ناس تحب الاورجانزا اكتر. يعني انا من الناس اللي يعني بتميل للتول. اي حاجه تول انا اروح حالم كده قوي. نعم. رومانسي قوي. يعني واي فستان تول بمجرد لما بتشوفيه حقيقي يعني انت بتعملي كده. يعني ما تعرفيش ليه كده. ليه افكت كده غريب على النفس. اي فستان تول. طب فستان زي ده مناسب لاي نوع من انواع الجسم؟ زي ما حضرتك قلت للناس المليانين الجزء التحتاني ده هتلاقيه مناسب جدا. أيوة. الناس اللي عندها ممكن سوري يعني دراع اثخن من دراع. أيوة. ده هتلاقيه برضو يعني مناسب جدا. بدام يعني بالعربي كده احنا مخبيين الجزء اللي من تحت بسيركل واحده لكذا مقاس. فهينفع لكذا مقاس. عادة الفساتين بتاخد منك وقت قد ايه؟ يعني علشان عروسه تيجي تطلب منك فستان ده بيتطلب وقت قد ايه؟ هو احنا يعني علشان برضو العروسه ساعات بتبقى برضو قلوقه واحنا برضو بنشتغل باريحيه كده. يعني احنا فيها ايه لما نيجي من شهور. لا مش الدرجات يعني، بس مثلا يعني مينيمم شهرين يعني.
بس علشان ما يبقاش برضو يعني ليه برضو انا اشتغل تحت ضغط يعني طبعا. يعني ليه يبقى اصل الفستان؟ بس انت عارف دايما الافراح بتكون مواسم يا استاذ نادر، يعني ايه موسم الصيف دخلت الشتاء فبيبقى فيها اكتر من عروسه يعني مش واحده. انا برضو انا اكتر من عروسه، انا هقدر يعني اقبل اللي انا هقدر اعمله. اكيد لو في حد زياده يعني مش هقبله، هتلاقي في حد غيري بيقبل يعني في الاخر خالص، يعني زي ما بنقول كله بيتراضى يعني يعني العرايس كلها بتبقى مبسوطه طبعا. وبرضو الديزاينرز كلهم بيبقوا مبسوطين والدنيا بتمشي. لكن يعني انا بحس ان شهرين يعني يا ريت مش شهر، يا ريت مش شهر ونص. طبعا في اللي هي اللي جت فجاه وحصل مش عارف ايه و15 يوم، لا ما تفصليش، خدي حاجه جاهزه. مزبوط. انت تبقي مرتاحه ومبسوطه وتبقي كده في اريحيه، حتى لو ما كانش الموضوع طالع بنفس طلباتك بالظبط، بس اكيد هتلاقي حاجه مناسبه يعني. طب انا عندي يعني استفسار كده، ليه اخترت السواريهات وفساتين الافراح مع ان الكاجوال وير والريدي تو وير اكيد اسهل بكتير؟ هو اسهل فعلا، بس هو يعني زي ما احنا بنقول يعني كده، هو حقيقي يعني هو ولا هو التحدي الفن في ده بصراحه. يعني 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 بمنتهى يعني لا يعني في ده الحرفه في دي، الصنعه في دي، الشطاره في دي. التاني برضو طبعا يعني اكيد، بس يعني زي مثلا انا مش لا مش بلاش المثال ده، كنت همثلها بالدكاتره يعني بين الدكتور البطنه والجراح، بس لا يعني كله شاطر طبعا. أيوة. وكله زي الفل طبعا. بس هي حقيقي يعني الشطاره في ده. اما ده جميل بشكل أوي بقى أوي أوي. لذيذ لذيذ لذيذ. ده صاحبه العروسه المترقعه بقى. برافو عليكي. درجات الفضي اللي انت مستخدمها ايوه متناغمه وناعمه بشكل غير معقول. ده دول ثلاث درجات ولا انا شايفه غلط؟ ثلاث درجات فعلا. حلو قوي. في برضو الناس وهي برضو بتختار فساتينها يعني سواء او بتروح للديزاينر، في الفستان بيبقى فيه كذا نقطة قوة، في فستان النجم اللي فيه القصة بتاعته، في فستان النجم اللي فيه لونه القماشة، في فستان النجم اللي فيه القماشة، فده النجم اللي فيه حقيقي لونه. فلو حد عايز يعمل مثلا حاجة زي كده أو ما تغيريش لونه بقى يعني صح. يعني طبعا يعني ما تبوظيش الحتة الحلوة اللي فيه. صح. صحيح صحيح. لا جميل جدا جدا وجريء طبعا. يعني في جرأة كده حلوة. وفي برضو عندنا برضو ناس كتير تحب يعني ان هي تختار الالوان دي على البشره الفاتحه او كده. انا قصدت ان منار هي اللي تبقى لابساه علشان يعني البشره بتاعتها قمحويه والفستان هايل عليها. اكتر الالوان اللي انت بتميل ليها ايه؟ انا احب الالوان البيزك، احب الازرق جدا اللي هو الازرق الالكتريك، الازرق الازرق ده. احب الاحمر جدا يعني اللي هي الالوان الالوان الصريحه. الالوان الصريحه. طبعا ملك الالوان الاسود ده هو ملك القماشه كمان القطيفه ده طبعا دي يعني بشوف لو حطيت إنها اللون الاسود ده على اي حاجه كده هتلاقي بالزبط. يعني ايه لا والقطيفه كده بتدي برضو حصل وبالذات في الاسم بالظبط. يعني وبالذات في الاسم، المفروض الفستان ده ليه برضو حزام ذهبي بس غالبا اتنسى برضو جوه، كان الذهبي برضو منطق. بس هو والله يعني سواء بحزام او بدون حزام برضو ايه شكله حلو. وفكرة التطريز اللي على المنطقة العليا من الصدر وعلى الدراعات برضو حلوة منورة شوية. منورة بالظبط كده. فستان جديد، فستان مختلف رغم ان هو اسود، وانا بالنسبة لي ما بحبش قوي اللون الاسود لسبب ان انا ما بحبش لما بروح فرح وحد يسألني كانوا لابسين ايه اول فستان اسود. عشان مش حساس، عشان مش باين التفاصيل بتبقى اللي فيه، بس ده الحقيقه باين التفاصيل. بيبقى رويال قوي. لا اشجعك عليه اللون. لا حقيقي يعني لا لازم يبقى في دولابك حقيقي. لا في حاجة ما تقلقش سودا. سودا يعني تعملها لي انت بقى. يا سلام يشرفني. لا جميل دول ناعم فعلا ناعم فعلا. وبرده اللي لفت نظري جدا الفستان الاحمر اللي موجود على المانيكا. برده حقيقه من الفساتين الجميله جدا لانه في فكره الفولون دي برضو 3D يعني البنات برضو بيحبوها الحاجات دي ان هي ما تبقاش متطرزه بس يبقى في لعب بالقماش اكتر. ايوه وده كمان فستان جميل جدا جدا. وهنا بقى ايه خرجنا بره اللون الابيض التقليدي. ايوه يعني اشتغلنا شويه على الشامبين. انا دي من الالوان اللي بحبها فساتين الفرح. جميل. حلو قوي. الموديل بتاعه كمان حلو بالظبط. الحته اللي فوق دي برضو ظريفه او عامله حركه وفي نفس الوقت الى حد ما كلاسيكيه يعني. انت ماسك العصايه من النص. لا ورد عليها صعب جدا على فكره السهل الممتنع دي. طبعا. ازاي تعملي حاجه فيها فكره
وانت تشوفيها ما تحسيش ان هي جارحه عينك، دي بتبقى صعبه جدا، مريحه للعين. بالظبط. طب والموديل ده ينفع للطوال؟ طوال جدا طوال جدا. انا ما حد، انا عندي برضو لاين بيبقى جاهز يعني، فلما حد بيدخل عليا كده الاتيلي بيبقى تقيل، اروح بيبقى طويل سوري، انصحه بالحاجات دي على طول. على طول بنعمل اكسبت يعني، يعني تمام. يعني 100 100. لا جميل جميل قوي قوي قوي، والتطريز اللي فيه كمان الحقيقه مختلف. مختلف. سريعا عشان احنا ما لحقناش نسالك بقى، انت ايه اللي خلاك اصلا تخش في مجال تصميم الازياء؟ يا دي قصه طويله بس نحاول نختصرها. هو في الاول انا كنت يعني كنت اساسا بشتغل في الاكسسوارات بتاعت فساتين افراح اللي هي التيجان وال وفي مره كده في زمان بقى كانوا الناس بتعمل اعلانات في الجرايد. ايوه. فلقيت في مركز هنا في الموضه في عابدين اسمه الاف دي سي. ايوه مظبوط. فعجبتني الكلام ده من 10 سنين مثلا. فاللي هو ليه طيب، ما انا برضو يعني في نفس الشغلانه ليه لا يعني. طبعا. بس قدمت وقبلوني واشتغلت معاهم شويه، وبعد كده يعني ستيب باي ستيب كده عملت بقى الخط الخاص بي. والدنيا مشيت يعني، ربنا كرم زي ما بيقول. الحمد لله. ربنا يكرمك دايما ويوفقك دايما. مصمم ازياء نادر نصيف نورتنا. حبيبتي كل سنه وانت طيب، ودايما نشوفك كده في تالق اكثر واكثر. ميرسي ميرسي، شكرا.